أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم ساعات أجواء غير مستقرة في المنطقة الشمالية الشرقية، أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية الغربية. يتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة خلال الساعات القليلة القادمة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة: يسود طقس غائم جزئي، 13 درجة مئوية، الملموسة 12، رطوبة مرتفعة، والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. سأعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية: سكاكا 16 إلى 9، تبوك 22 إلى 11، وعرعر 13 إلى 7 درجات مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة 27 إلى 18، جدة 27 إلى 21، ومكة المكرمة أجواء غير مستقرة 28 إلى 20، والطائف فرصة زخات من الأمطار 21 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية: الباحة زخات رعدية من الأمطار 24 إلى 13، أبها 20 إلى 13، وجازان 29 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 24 إلى 17، حفر الباطن زخات من الأمطار 20 إلى 10، والإحساء 25 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض: طقس غائم جزئي 22 إلى 13، بريدة رياح نشطة وأتربة مطارة 18 إلى 11، وحائل 15 إلى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.